أنا عاوز أوجه رسالة إلى مدرب تشيلسي جراهيم بوتر، إمتى هتلعب حكيم زياش يا ظالم يا فاشل؟ مباراة أولاً أنت حتى لو خسرتها 1-0 أنت ضامن الصدارة، ثانياً لعبت كل اللعيبة اللي مش بتاخد فرصة، ليه الظلم والعناد ضد زياش؟ دي سؤال مهم جداً، سؤال مهم جداً لجراهيم بوتر اللي ان شاء الله سيتم اقالته قريبا وطرده من تشيلسي، لان النهارده بالرغم من فوز تشيلسي 2-1 انا سايب المباراه في الدقيقه 85 كانت 2-1. لا مفيش شكل يا جماعه، ستيرلينج مين واوباميانج مين وماونت مين وهافرتس مين؟ كل دول ما يسووش ربع مستوى زياش والله العظيم. خلاص يا جماعه، حكايه زياش مع تشيلسي زي ما انا بقولها دايما انتهت، استحملوا الشهرين اللي جايين وإن شاء الله يناير نهاية الحكاية.